تداول يعني مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو حقق أكتر من مليون مشاهدة من أول ما اتعرض، بيظهر فيه ردود فعل بقى الأطفال لما بيدوقوا المخلل لأول مرة. طبعا كانت ردود افعال الاطفال مختلفه، في منهم اللي حبوا وفي منهم اللي ما كانش قادر يستوعب الطعم، ده طبعا في وسط ضحك من الاهل. في لعبة برضو الأطفال بيحبوها قوي تقريبا، هي نفس الفكرة، زي كبسولات صغيرة أو بونبون صغير الولاد بيأكلوه، ألوان مختلفة وكل واحد هو وحظه يطلع بقى في بقه أني طعم، في طعم بيبقى حلو وفي طعم بيبقى بشع. بالظبط، وطبعا دي يعني بتساعده كمان على تمييز الألوان، مش بس أنه هو يميز الطعم والأشكال، لأن بتكون بأشكال مختلفة.